مجلة لو بوان الفرنسية تحاور الأديب المصري علاء الأسواني الذي يضع موهبته الأدبية في خدمة الثورة. الأسواني يعتبر أن مصر لم تنجح في ثورتها على الطريقة التونسية لسببين. الأول هو أن الجيش التونسي لم يدافع عن نظام الرئيس التونسي المخلوع كما فعل الجيش المصري مع مبارك. والسبب الثاني هو وفاء الإسلاميين التونسيين للحركة الثورية بعكس الإخوان المسلمين الذين دعموا المجلس العسكري وتخلوا عن ثوار ميدان التحرير. إتمام العملية الانتخابية في مثل هذا الوضع الحرج، يقول علاء الأسواني، يعد عملا إجراميا، كل شيء فيها نظم كي يبعد شباب الثورة عن البرلمان وفق علاء الأسواني.